أنا وصاحبي زكريا عم نجمع قطع قديمة كتير تابعة للتراث الشركسي كهواية أصلاً، وما استحملنا إنه الناس عم تتخلص من بضاعة قديمة، وصار عندنا كمية كبيرة بالمتحف اللي الزائر مش بس عم يشوف، عم يسمع قصة الشعب الشركسي. هو متحف ناطق أصلاً، أحسن إشي يشوفه ويسمعوا من شركسي يشرح عن التاريخ الشركسي والعادات والتقاليد اللي بيفكروا انها معدومة او حكايات، وهي مش بس معدومة، هي تقريبا بلاد العالم وين متواجدين شركس اكثر منطقة او اكثر منطقتين يعني بالعالم فيها العادات والتقاليد واللغة بكفر كما والريحانية. يعني حتى بالعبودية، مش يعني حكاية دين دياني، وهي في عندها قماش على ايديها، لما بترفع ايديها بتشوف في القماش زي الجناح، اذا بدي اصافحها كنت بصافح القماش عشان ما اوسخ ايديها، وهو مزخرف كتير، حتى اذا هو يومي لازم يكون مزخرف، كمان للرجل كمان للمرأة. في الساية للصبايا، هي كانت لابسته من جيل صغير، وكانت لازم تحط مشد على حالها عشان يطلع الجسم حلو، مشد يعني خلينا نقول الرجل كان لازم يحافظ على خصر كتير ضيق، حتى أقل من المرأة تقريبا 50 سنتيمتر، والمرأة 54 سنتيمتر مع المشد. الشركسي لما كان بيلبس زيو، طيب منطقة كتير برد هناك، كانوا لازم يلبسوا من أطراف أصابعهم لرأسهم الرجل والمرأة، بس هذا مش معناته أنه تضايق نفسك، أنا بدي أحاول أحرك إيدي ما حدا يضايقني، إجري كمان وإذا أنا راكب الخيل مثلا، بس إذا كتير صار كتير برد وثلج كانوا بغطوا حالهم بالتشاكوة، هذا ما فيه زرار ما بخيطوه، بس بحطه على نفسي مع القبعة الكبيرة، الطاقية الكبيرة، أنا من بعيد بتفكريني خفاش، يعني كتير مخيف، الإنسان بيصير شكله أكبر مرتين من بعيد، حتى كان بيدفي الفرس وكبير، وإذا بدي حدا هاجمني أو بدي أنط بس بعمل هيك كان بيطير مني 10 متور، بصير ما بيدقني بالمرة، أنا لابس وحاسس مش لابس مع زي تشركسك الأصلي. طبعا بالشرق الاوسط ما في موسيقى زيها، بغض النظر عن اللي بيغنوا اليوم ما بهمهم من وين بيجيبوا الموسيقى، يعني حتى بيستعملوا موسيقى قفقاسيه مثلا، بحكي عن غير الشركسي المغنيين هنا، بس الموسيقى الشركسيه تطورت مع الزمن، الالات تطورت، الاله اللي بنعرفها اليوم اللي بنشوفها بنفكر هي الاله الشركسيه الاكورديون، هي مش اله شركسيه اصلا، الشركس كانوا بيعزفوا على اوتار من ذنب الخيل، شكبشنة، كانوا بيدفوا على الطبول، وشوي شوي فوتوا الآلات الحديثة زي الأكورديون، بس من بدون الدييز، بدون الأسود، وهي يعني موسيقى كتير ميلودية، يعني بتسمعيها بتفكري إنه الموسيقى من غير الكلام تحكي عن إشي كتير مؤثر. وطبعا في حالات انه المحارب مش عم محارب بين فتره لفتره بين حرب او معركه ومعركه، ما كانوا بيرتاحوا بيناموا، كانوا بضلهم يرقصوا عشان يحافظوا على اللياقه البدنيه. الرجل والمرأة
أكثر إشي كان بيصير بدائرة الرأس أو بالعرس بالأعراس، دائرة اللي نصف شباب نصف بنات، نصف شباب نصف بنات، اللي كل مرة كان واحد برقص دوره مع واحدة اللي هو ما بعرف عنها إشي، عشان إذا أنا بدي أتعرف على واحدة بالأساس أنا كان ممنوع أتعرف على واحدة من بلدي، هي أختي، كان لازم أهاجر عشان أتعرف عليها، هذا الإكسوغامية اللي بنحكي عنها. ولما برقص مع واحدة كانت بس شكل هيك ما بترفع ايديها وما بتبتسم او ما بتطول رأس، كنت بفهم انه انا مش عاجبها كتير. يعني اذا كان بيحصل العكس كنت بصير اسأل عنها وين هي ساكنة، بدي احكي معاها. يعني هذا كله من خلال الرأس والموسيقى. We'll be right back.